السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي نبدأ النهاردة حل اختبارات وتدريبات على التركيب الذري للمادة أكمل الفراغات تتركب الذرة من نقط في المركز من نواة من نواة في المركز يدور حولها إلكترونات. العدد الكتلي هو مجموع عدد كل من البروتون والنيوترون بينما العدد الذري يساوي عدد البروتونات. العدد الكتلي للفلور تسعتاشر وعدد البروتونات تسعه فعدد نيوتروناته هنقول تسعتاشر ناقص تسعه يبقى عشره وعدد الالكترونات هي بتساوي عدد البروتونات يبقى عددها تسعه الالكترونات جسيمات سالبه الشحنه سالبة الشحنة، بينما البروتونات جسيمات موجبة الشحنة. تخيل الإجابة الصحيحة. تتركب نواة الذرة من نوعين من الجسيمات. هما نركز كده في السؤال. بروتونات ونيوترونات، بروتونات وإلكترونات، إلكترونات ونيوترونات. لا توجد إجابة صحيحة طبعا معروف أن النواة فيها بروتون ونيوترون يبقى دي الإجابة الصحيحة طبعا الإلكترونات خارج النواة الإلكترونات برضو في ب خارج النواة لا توجد إجابة صحيحة لا في إجابة صحيحة يتغير العدد الذري عندما يتغير عدد نقط البروتونات ولا الإلكترونات ولا النيوترونات ولا النواة طبعا حينما تتغير البروتونات طبعا في بعض ناس يقولم طب ما البروتونات يا مستر بتساوي الالكترونات عدديا تمام ولكن أحيانا تفقد الذرة الكترونات أو تكتسب الكترونات ولكن عدد البروتونات مرتبط بالعدد الذري إذا تغير عدد البروتونات يتغير العدد الذري. حتة جميلة دي كويسة يسمى عدد البروتونات في نواة الذرة بالعدد الذري طبعا العدد الكتلي مجموع بروتونات ونيوترونات الكثافة غلط الكم غلط الرمز الكيميائي لعنصر الصوديوم إن إيه ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخطأ دايما السؤال ده نركز فيه مش عشان حاجة لا ناخد بالنا لو في تصويب خطأ ولا لا هنا ما فيش تصويب خطأ البروتونات متعادلة الشحنة خطأ طبعا لأنها موجبة الشحنة الإلكترونات جسيمات ذات شحنة موجبة خطأ هي سالبة الشحنة عندما يتساوى عدد البروتونات مع عدد النيوترونات يكون العدد الذري ضعف العدد الكتلي خطا طبعا عنصر الكبريت يرمز له بالرمز بي ار طبعا خطا لو حبينا نصوب عشان الناس تبقى معانا وناخد بالنا البروتونات متعادلة الشحنة طبعا الإجابة الصحيحة موجبة وما التصويب بس برضو ناخدها حتة كويسة الإلكترونات جسيمات شحنة ذات شحنة موجبة لا طبعا غلط ذات شحنة سالبة عندما يتساوى عدد البروتونات مع عدد النيوترونات يكون العدد الذري ضعف العدد الكتلي طبعا الكلام ده غلط طب تصويبه بيقول عدد البروتونات لما يتساوى بعدد النيوترونات يعني مثلا النيتروجين سبعه بروتون سبعه نيوترون خلاص يبقى يكون العدد الذري ضعف العدد الكتلي؟ لا هنقول العدد الكتلي ضعف العدد الذري، او حبينا يعني نسيب العدد الذري زي ما هو يكون العدد الذري نصف العدد ايه؟ الكتل. عنصر الكبريت الرمز بتاعه اس، ده تصويب الاخطاء، ما اتطلبتش بس مفيش مشكلة. نبدأ علل لما يأتي. يرمز لبعض العناصر بحرف واحد وبعضها بحرفين. لكي يسهل التمييز بينها زي مثال بسيط الكربون حرف سي عندي الكالسيوم حرف سي اي يبقى ميزنا دلوقتي عنصر بحرف واحد عنصر بحرفين عشان نقدر نميز ما بين العنصرين. تتركز كتلة الذرة في النواة. نشوف الإجابة النموذجية كده، آخر كلمة متقالة في السؤال: النواة. لأن النواة، لأن النواة بها حاجتين زي ما إحنا عارفين: بروتونات ونيوترونات. وكتلة كلا منهما اكبر بكثير من كتلة الالكترون التي تكاد تكون مهملة التي تكاد تكون مهملة بالنسبة لكتلة مين البروتون والنيوترون الذرة متعادلة كهربيا السؤال ده مهم جدا جدا ومعاكم لغاية ثانوية عامة الذره متعادله كهربيا لان عدد البروتونات الموجبه داخل النواه بتساوي عدد الالكترونات السالبه حول النواه العدد الكتلي اكبر من العدد الذري لان العدد الكتلي بيساوي مجموع بروتونات واكتب له كده قوسين العدد الذري لان العدد الذري هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات يبقى شيء طبيعي ان العدد الكتلي اكبر منين من العدد الذري اكتب الرمز الكيميائي لكل من الكالسيوم Ca الرصاص بتقيلة بخفيفة الفضة او الفضة AG الخرصين ZN الكبريت S النحاس CU الكلام ده لازم يتحفظ الهيدروجين H الكلور CL C ال السمول اكتب اسم العنصر الذي يعبر عن الرموز الاتيه عايزين اسم العنصر سؤال مختلف عن اللي فوق جايب اسم العنصر وعايز الرمز هنا المره دي عايز اسم العنصر Al الالومنيوم ان ايه صوديوم اكسجين O ما المقصود بالذره اصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تدخل في تفاعل كيميائي، طيب الجزيء أصغر وحدة بنائية للمادة يتضح فيها خواص المادة عشان نعرف الفرق بين الذرة والجزيء. يبقى الجزئيه نكتبه تحت هو مش مطلوب دلوقتي بس عشان بالمره نفرق ما بين الذره والايه والجزئيه نفس الكلام اصغر وحده بنائيه للماده يمكن ان تدخل في تفاعل كيميائي خلاص ويتضح فيها خواص الماده يبقى اصغر وحده بنائيه للماده يتضح فيها يتضح فيها خواص الماده يعني ذره الصوديوم اه تشارك في تفاعل كيميائي لكن لما تتحد مع الكلور ادتنا ملح الطعام يبقى في الحاله ديت بدا خواص الماده تظهر فيها العدد الذري هو عدد البروتونات ملاحظين ضمت الكلام لان في فرق بين البروتونات والبروتينات المادة الغذائية في جسمنا عدد البروتونات الموجبة دي الشحنة بتاعتها داخل النواة ده دا المكان بتاعها طب العدد الكتلي هو مجموع بروتونات ونيوترونات داخل نواه الذره كده التدريب ده خلص ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا وباذن الله هنبدا نجيب اختبارات اخرى ونبدا نعمل مراجعات سريعه للوحده الاولى باذن الله قبل ما نبدا في جزء الطاقه ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم ونعرف زمايلنا علشان نبدا باذن الله ني استفيد كلنا من هذه المعلومات الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته